الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أنا على موقع الرابط جوجل. بعد ما أضغط على جوجل الآن تطلع عندي خيارات. واحدة من الخيارات اللي بقى لي مدة أعمل عليها اللي هو جيو جبرا داونلود. هذا من أهم البرامج الحاسوبية من خلال الشبكة العنكبوتية وليس يعني مثبت على حاسوبي. فعندما أضغط الآن هنا طلع عندي هذا الآن داونلود جيوجبرا أبس. فأضغط هنا تخرج هذه الآن الشاشة لدي. عندي عدة خيارات، واحدة منها ما يسمى كالكوليتر سويت، واحدة جرافين كالكوليتر، واحدة 3D كالكوليتر، واحدة جيوجبرا كلاسيك 6 وهكذا. أنا بهمني الآن في هذه اللحظة بهذا المقطع السريع اللي هو 3D كالكوليتر، اللي هو رسم من ثلاث أبعاد لبعض المعادلات. نضغط Start تنتج هذه الشاشة الآن هنا، هذه الشاشة الجميلة من ثلاثة أبعاد. لاحظوا لي عندي مثلا محور الأفقي X سالب موجب، والأفق الثاني Y سالب موجب، وعندي البعد الرأسي هنا Z مثلا. فلنفترض هنا عندي ما يسمى بالديالوج بوكس أو الانبوت بوكس، مهم جدا هذا نسميه إحنا انبوت بوكس. لنفترض على سبيل المثال أنني وضعت الآن X. لاحظوا لي بعد ما وضعت X هنا هنا من الكيبورد هنا أو من لوحة المفاتيح الإلكترونية هذه طلع عند الخط المستقيم هذا، فبدي أخليها للقوة تربيع. أضغط هنا تربيع، لاحظوا لي كيف اختلف الآن شكل، هو عبارة عن بارابولا X تربيع. الآن زائد أو موجب الآن كذلك أمر Y، لكن ربعتها الآن وليس فقط تركتها لقوة واحد، ربعتها. لاحظوا لي من الذي خرج الآن، هذا الآن ما يسمى الإليبسويد، عبارة عن شكل مخروطي جميل الشكل. يمكن لنا أن نضع بالمقابل هنا إنبوت ثاني، بعد ما أضغط هنا طبعا إنبوت ثاني ممكن سالب X تربيع، لاحظوا لي سالب Y تربيع، تربيع القوى. لاحظوا لها اني ربعتها، وبالتالي هنا هذا الشكل من ثلاث ابعاد الليبسويد، وهذا المقابل له. يمكن لي اني الان انظر له من عدة اوجه، مثلا هذا لاحظوا لي بقلب، بضغط على الفأرة الزر الايسر، يمكن لي التحكم الان بهذا البعد بهذا الشكل من عدة مواقع هنا، لاحظوا لي وهكذا. هذا الآن طريقة رسم المعادلات من هذا الشكل، تربيعي تكعيبي وما شابه. دعنا نجرب شكل آخر. طبعا حتى يمكن لنا الآن أن نضغط على هذه الآن الدائرة الزرقاء يختفي الشكل بالمرة، هذا الأول يعني اللي هو هذا، ثم الثاني هذا يمكن لنا أن نخفي. إذا أردت أن أعيده أضغط ثاني مرة هنا، لاحظوا لي، وثاني مرة هنا، فحسب حاجتي الآن. افرض الآن بدي أحط مثلا F of X تساوي X للقوة تكعيب، أوكي، طبعا من ثلاث أبعاد هنا. يمكن أني أتلاعب كيفما أردت الآن. لاحظوا لي هنا مثلا زائد Y على سبيل المثال تربيع، مع ما بخرج إشي عندي هون، لكن لاحظوا لي إنه يمكن لنا أن نرسم أي إشي. ذا هون عندما أعطاني إشارة التعجب هاي تقول لي إنه هذا لا يمكن تخيله هذا الفانكشن. فيمكن لنا الآن إنه نرسم أبعاد مختلفة، على سبيل المثال عندي X plus Y تساوي مثلا 5، أوكي برضو هنا عفواً هذه X plus Y لاحظوا لي تساوي 5 هنا، وهنا الجانب الآخر هذه كوين الكويجر الثانية أنه مثلاً ناقص X ناقص Y مثلاً تساوي 7. هاي غير منطقي، لكن لاحظوا لي هنا التقابل. وبالتالي يمكن لنا أن نستفيد من هذا البرنامج الحاسوبي على الشبكة العنكبوتية بحلول الكثير من المعادلات الآلية أو التخيل
شكل ثلاثي الأبعاد من هذا الطراز الليبسويد، سواء كان في الجانب الأعلى الموجب أو الجانب الأسفل اللي هو سالب. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع السريع، إن شاء الله في مقاطع أخرى سنبين أشياء أخرى وحسابات أخرى على هذا البرنامج، سواء من ثلاثة أبعاد أو من أبعاد مختلفة. لكن دعني الآن أرجع هذا المنظر هنا أو هذه الصورة، وهنا الصورة، هي عندي معادلة، هي معادلة، هي اللي بسوي وهكذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.